مشاهدينا الكرام، شكرا يا ابو الغافريه على هذا الاداء. التحية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، متجددة بحضراتكم في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا السادس الخاص بالإبكار لإذاع المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء الغبايل. الباب مفتوح لكل المنطلقين ولكل المنافسين ولكل أيضا الباحثين على الانتصارات المشرفة. نبدأ في مقدمة الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة الأولى اللي انطلقت على مقدمة هذا الشوط واندفعت على المركز الأول. هذه شقرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويتابعها مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي في عملية التضمير والتدريب بينما يليها في المركز الثاني. هذه شقرة بشعار سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، وسلطان بن سيف المقبالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. أما في المركز الثالث، هذه هي اللي منطلقة على المركز الثالث، غير بشعار سعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة الفلاسي، مقدم لنا غير وحافظ بالكديدة على اسم غير اللي صالت وجالت بالفعل بشعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الناقل المعروفة في هذا العالم الساحر. بينما نتابع المركز الرابع، المركز الرابع اللي تقدمت مشاهدينا الكرام، هذه هي جبارة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويتابعها رعمطيل سالم بن مطهر بن حاضر اكتبي في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الخامس، المركز الخامس، هذه هي شمعة بشعار حمد بن وقاش بن محمد العامري محتلة المركز الخامس. بينما في المركز السادس، أمجاد لجمعة بن محمد بن خلفان المزروعي. بينما في سابع المراكز، هذه الظبي عبد الله بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيلي. بينما في المركز الثامن اللي تقدمت لهب، نهب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، راشد بن سعيد الغفرية الفلاسي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما في المركز التاسع اللي تقدمت على تاسع المراكز، هذه مثيرة لحياب بن محمد بن لويهي العفاري منطلقة على المركز التاسع. بينما في عاشر المراكز، اللي منطلقة على عاشر المراكز مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات، هذه الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سيد المكتوم ومبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يقودها في عملية
التضمير والتدريب. نعود إلى مقدمة الشوط بعد ما قبلنا العشر المراكز الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى التحديات، نعود إلى الإثارة، إلى المنافسة الغوية اللي جرت وطرت على المقدمة الأولى. نعود إلى المركز الأول، هذه اللي سيطرت على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. شقرة بشعار سمو الشيخ أحمد بن مكتوم والمكتوم وسلطان بسيف المقبالية يتابعها في عملية التضمير والتدريب، بينما شعار المكافح يتواجد على المركز الثاني من الجانب الآخر. جمعة بن محمد بن خلفان المزروعي شعار هلسويحان حاضر على المركز الثاني، ومدقق المكافح الذي لقب بالمكافح مكافح المضمرين اللي يمثل هلسويحان دائما في كل المناسبات وفي كل التحديات. المركز الثالث نراقب هنا القدوم على المركز الثالث، هنا اللي قادمه شقرة بشعار سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي يتابعها في عملية التضمير والتدريب. أما في المركز الرابع تحركت على المركز الرابع، هذه هي أيضا نهب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن سعيد بالغافرية يقودها في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الخامس، المركز الخامس اللي تقدمت هادي ظبي لعبد الله بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيلي اللي قادم على المركز الخامس. هذه هي المراكز الأولى والتحديات الأولى. بدينا في الكيلو المتر الأخير يا إخواني، خلاص الكيلو الأخير يا المكافح، الكيل الخطير اللي يفصلنا عن خط النهاية في هذه اللحظات. هذه سيطرة أمجاد اللي تبحث عن الأمجاد، اللي تبحث عن السلامات، بتودي سلامات يا لهالي سويحان. ولكن هالجبيب هالمنطقة الهير قادمين بالمنافسة الغوية على ظهر شمعة اللي منطلقة. نعم شعار بن وقاش يتواجد، حمد بن وقاش بن محمد العامري على ثاني المراكز، بينما اللي تحركت على المركز الثالث اللي تقدمت مثيرة احياء بن محمد الويهي العفاري هالغشابة وهالفوعة واصلين. ولكن اشردوا اشردوا هالسويحان، روحوا هالسويحان، انطلق انطلق انطلق. هنا المكافح ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه امجاد. شكرا يا المكافح، شكرا على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه امجاد. جمع ابن محمد بن خلفان المزروعي، ولكن هالفوعة هاجمين هجوم في اللحظات الأخيرة مثيرة 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 مثيرة. هنا أمجاد اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية. لكن سلام يا سويحان، السويحان تحية هناك إلى أهالي ميدان التراث، تحية لك يا جمعة بن محمد بن خلفان المزروعي. شكرا للمكافح المركز الثاني وصلت فيه مثيرة أحياء بن محمد بالويهي العفاري، والمركز الثالث كان من نصيب شمعة لحمد بن وقاش العامري، ورابعا كانت من نصيب نهب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد وراشد المكتوم، وخامسا اوصلت فيه مشاهدينا الاعزاء اللي هي غير بشعار ايضا سعيد بن سيف بن عبيد بالكديده. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجه لل